براء إصبعه يكفي 6 أشخاص. المقادير: للعجينة 200 غرام أو كوب ونصف طحين، منخول نوعية ممتازة، زائد كمية إضافية للرش، بيضة واحدة، ملعقة طعام حليب بودرة، ملعقتا طعام زيت الزيتون، 80 ملل أو ثلث كوب ماء، نصف ملعقة صغيرة ملح. للعدس: كوب عدس بني كبير، 1 لتر أو 4 أكواب ماء، 100 غرام أو نصف كوب تمر هندي مجفف، عصير ليمونة واحدة، بصلتان مفرومتان ناعمان، 5 فصوص ثوم مفرومة ناعمة، 4 ملاعق طعام زيت زيتون، وملح حسب الرغبة. للتزيين: 4 فصوص ثوم مهروسة، 6 ملاعق طعام كزبرة طازجة مفرومة ناعمة، ملعقة طعام زيت زيتون، ملعقة طعام صنوبر محمص، بصلة مقطوعة نصفين ثم مشرحة، ملعقة طعام طحين، ملعقة طعام حب رمان، وزيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: للعجينة نضع الطحين في وعاء كبير ونضيف له حليب البودرة، في وعاء آخر نمزج الملح مع زيت الزيتون والبيضة والماء، نخلط الطحين مع حليب البودرة ونصنع حفرة في وسطه، نجمع الطحين مع المكونات في مركزه حتى نصنع كرة عجين، ندعكها حتى تصبح ناعمة الملمس. نغلف العجينة بورق نايلون غذائي وندعها ترتاح لمدة 10 دقائق بدرجة حرارة الغرفة. ننثر بعض الطحين على سطحي العجينة العلوي والسفلي حتى لا تلتصق. نقوم بعدها بمد العجينة حتى تصبح بسماكة 2 ملم. ننثر على سطح العجينة كمية وافرة من الطحين، ثم نقطع العجينة إلى مربعات بقياس 1 سنتيمتر. ننثر كمية وافرة من الطحين على مربعات العجين، ثم نفصل المربعات عن بعضها البعض وننقلها إلى طبق كبير، ونغلف الطبق بورق نايلون غذائي ونضعه في البراد. للعدس نغسل العدس بالماء ونصفيه، ثم نغليه مع 1 لتر ماء، ثم نخفف النار ونسلق لمدة 15 دقيقة. نسخن زيت الزيتون في طنجرة أخرى كبيرة ونقلب فيه الثوم والبصل لدقيقتين. نضيف العدس المسلوق مع مرق العدس إلى طنجرة البصل والثوم، ندعه يغلي، ثم نخفف النار وندعه يطهى بهدوء لمدة 10 دقائق. نضيف 2 مربعات العجينة بشكل تدريجي مع التحريك لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تغرق المربعات في المرق. نسلق التمر الهندي المجفف في 300 ملل أو كوب وربع ماء مدة 4 دقائق على نار خفيفة، ندعه يبرد ونعصره. نضيف عصير التمر الهندي إلى مربعات العجين، ثم نضيف عصير الليمون، ثم نعدل الملح حسب الرغبة ونتركه يطهى بهدوء لمدة 6 دقائق على نار خفيفة. نحرك باستمرار، وفي حال كان المرق غير سميك عندها نضيف 2 إلى 3 ملاعق طعام من الطحين ممزوج ببعض الماء. للتزيين نسخن زيت الزيتون في مقلاة ونقلب فيه الثوم والكزبرة لمدة 0.5 دقيقة. نخلط البصل مع بعض الطحين ونقليه بكمية وافرة من الزيت النباتي، ثم نصفيه. نقلي ما تبقى من مربعات العجينة في الزيت النباتي مع الحرص على عدم ترك طحين على المربعات قبل القلي، ثم نصفيها. تجهيز الطبق: ننقل خليط العدس إلى طبق تقديم ونضيف خليط الكزبرة والثوم في الوسط على شكل خط، ثم نضيف البصل على جانب هذا الخط ومربعات العجينة المقلية على الجانب الآخر، ثم نوزع الصنوبر المحمص على سطحه، ثم حبات الرمان.